السلام عليكم. اهلا 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 وسهلا. السلام عليكم، مرحبا بكم، غافي دو فو غوتخوفي كيف كل نهار مع 9 و 4 ديال الليل نعاودو نتلاقاو في نفس المواعيد عاوتاني مره اخرى. رياضي جديد كيف ما تبعتوا هذه الايامات هذه. خرجنا شويه من الكره. الي هو لو ميكرو؟ با لو ميكرو اي لا. اسكو فوز افي لو سون؟ ها هو. لو ميكرو، لو فامو ميكرو. لا لو ميكرو حيدنا هذاك، صافي حيدنا، ما كان تيبان بالمقلوب. نو 10h15، نو الوغ 10h15 شي فو ان اسبان، اي 21h15 شي نو تري اكزاكتومون. ديكالاج ا مراد. وي افكتيفمون في اسبانيا انتوما، مي ان توكا فيدال او بوست. مريم تبارك الله عليك فيدال، دونك toujours avec nous, alhamdoulillah, c'est bien. Donc on retrouve des gens qu'on a maintenant l'habitude de lire, on les voit pas. Hola Marco. Alors bonsoir, c'est Morad, j'attendais votre live. Nabil, ahlan wa sahlan, c'est Nabil. Ahlan tana, moi j'attendais de vous retrouver. Hamza, il est où le micro? Ah, le micro ramcha kan mqloub. Tac tac tac, décalage. Donc naha, marhaba bikoum, salutations. J'espère que le son est bon, que l'image mziana, parce que bonsoir, j'espère que vous allez bien. Alhamdoulillah, si sohib, impeccable, impeccable. Si Hassan, ahlan wa sahlan, ravi de vous retrouver. Kima qlt likoum, donc tankhrejou chouya al football. Bon, tnaatou al kora hqa, walakin tnaatou riyadin khrin ou riyadat khrin hqoum. Kif ma lahtou, hadrna ala al البخور. موتشاس غراسياس، موتشاس غراسياس لاميا، موتشاس غراسياس. توب لو سون امبيكابل. حمزه سي لو كونترولور ديال دو ديفيزيون. كما قلت لكم خرجنا شويه على الكره القدم، على الفوتبول، بور دوني لو سون سون ايماج. سيدي راه مشيت بعيد، وا تنقول لكم واحد القضيه اكثر من هادشي. دابا 4G في التراك، دابا لا فيبر اوبتيك. نعم اسيدي، لا فيبر اوبتيك. المهم الفاكتوره كما قلت لكم، دونك جمافو حتى هو الى لا. خرجنا على الفوتبول، ماشي خرجنا عليه استاذ حنا لا كوز، ولكن خرجنا على الميدان كره القدم. كما شفتوا هضرنا على بوكس، واحد الحوار شيق مع الربيعي البارح. هضرنا على الفول كونتاكت ومشاكل ديال الفول كونتاكت، واخص المشاكل ديال مصطفى الخصم. دونك افيك توت سون اكسبيريونس، افيك سي تيتر، افيك بزاف 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 ديال المشاكل. دونك كان عنده دي بروبليم. اليوم غادي نهضروا على الاتليتيزم، على واحد السيد اللي تيشق طريقه، غادي دوسمون مي سيغمون يل تراس سون شومان. مي افون دو بارلي دو تو سا، كيما كوم دابيتود، دونك سي ان رانديفو اللي تنديرو دائما. اون فا بارلي دابور دو لا سيتواسيون ديال الكوفيد رابيدمون، باش نعطيو هاد لي شيفر. نذكروا بان 33 حالة جديدة كانت اليوم تسجلات في هاد 24 ساعة الأخرى، دونك توتال 7866. فوالا، دونك الناس اللي براو 6410، والوفيات 2006. دونك ان اوتر ديسي اون بلوس. انا لله وانا راجعون. اي بيان سور تنعزيو كل العائلات ديال هاد الناس هادو اللي توفاو في هاد اكوز دو 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 سو فيروس. ونقولوا نذكروا عاوتاني كو غيان، مي فريمون غيان، يفو 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 غيان لي سي وزار، مازال سي با انكور فيني. الوغ جي شانجي لو نو اكوز دو فو مراد. سي دي كاع كاريمون، مرحبا. دونك فوالا، ماك سي با فيني، مازال ليستوار باقا مازال بعيده. عندنا انكور 10 جور، 10 جور اتونيغ، ياك سي سا 19 جور. نصبروا واحد شي شويه، نصبروا فريمون نصبروا، وان شاء الله ما يكون غير الخير، وان شاء الله كلشي تولي غير اون فيي استوار. En attendant, il faut encore serrer les boulons. Alors, votre live est devenu un rendez-vous incontournable. Ben, je suis content, sincèrement. Ça commence le Covid. Ben, ça commence le Covid, non? J'espère que ça se termine. Hein? J'espère que ça se termine. Merci beaucoup, sincèrement. D'abord, cool, là, on se retrouve. Un petit groupe. On a dépassé, sincèrement, les 5000 et quelques d'abonnés à ce compte. C'est bien. Moi, je trouve que c'est bien. دونك كيما قلت لكم بديت شويه معطل، ولكن حنا غادي دقه دقه دقه. دونك لانفيتي ها هو، شفتوا الي لا سفيان بقالي، ولكن قبل ما نلتحقوا به غادي جوست نذكر سون باركور سون سي في. سفيان بقالي مزيود فاس في 1900
96. Et si c'est le contraire, il va me corriger par la suite. Donc, athlète marocain, course demi-fond, spécialiste des 3000 mètres steeple, vice-champion du monde en 2017 à Londres, qui m'a dit comme كان بدا في الفاس في الكانتري كلوب في واحد لوبيراسيون ديتيكسيون ديال لي تالون مني بار لو كلوب ديستيني ا 3600 ايكولي دو كارتي بوبولير المرجع. وهاد المساله هادي ديال ديتيكسيون ديما تتعطي الاكل ديالها. دونك جو بونس كو سي اون اوبيراسيون اريديتي كو سوسوا في الكوره في الفوت في الجولف في الاتليتيزم خاص هاد لي اوبيراسيون ديتيكسيون. 2013 دخل لاكاديمي انترناسيونال محمد سيزي الايفران سون دو فورماسيون ديكسيلونس مع الجامعه الملكيه ديال الاتليتيزم. من بعد في ريو كنا حاضرين كان شويه شويه وشويه يطلع البوديوم 8 minutes 14 secondes 35 centièmes. Et le 8 août 2017, Sofiane s'est classée deuxième meeting de Rome derrière champion olympique en titre Conceslus Kipruto. Sofiane, tu me corriges, je vais attaquer le Kalima Bali. Men بعد Diamond League في الرباط يسامبوز à Rabat devant Kiproto et améliore par l'occasion son record personnel 8 minutes 5 12. 2017, vice-champion du monde de steeple à Londres, battant son record personnel avec chrono de 8-14-49, juste derrière Kiproto 8-14-12. Il améliora son record personnel un mois plus tard lors du meeting League Diamond, de Diamond League à Bruxelles avec un chrono d'Yeltsinia 4 secondes et 83 centièmes. Donc le 20 juillet 2018, meeting Hercules de Monaco, il descend pour la première fois de sa carrière sous les 8 minutes en remportant la course 7 minutes 58-15 et devient ainsi le 10e coureur le plus rapide de la distance. Voilà, donc rapidement, tbarakallah, Slanbi, 24 ans, 1m95. 68 كيلو. المدرب ديالو هو كريم تلمساني. دونك كيما قلت لكم هاد الوليد هذا غادي ان شاء الله مازال غادي في لا ليني ديال لي شامبيون اللي عرفات بلادنا tout de suite. دونك sans plus tarder nous allons faire connaissance plus amplement مع سي سفيان بقالي. ايوا على بركة الله. وي effectivement effectivement رمتيليس. السلام عليكم. السلام عليكم مراد. صافا صافا سفيان كي داير؟ بخير لاباس عليك؟ صافا الله يبارك فيك. كل شيء لاباس؟ والله الحمد لله كل شيء بخير. مورال مزيان؟ صافا. شوف تنشكرك بعداك جو تو ريميرسي انورميمون على 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 هذا صدر الانفيتاسيون اللي لبيتي الدعوه. فوالا انت لي زابلوديسمون بعداك بداو من عند الانبياء ومن عند الاخوان. دونك بالعكس شرف ليا مراد راك عارف. بارك الله فيك بارك الله فيك. وان شاء الله تيقول بان لي سبور دو ماروك سي فري سي فري تو لي سبور دو ماروك. وان شاء الله اون فا عاوتاني روتروفي هذيك ديك لا جوا. وحنا بلا ما نديرو عليك لا بريسيون غادي تبقى كيف ما انت وغادي لاش لا بريسيون ان شاء الله. ان شاء الله فرحوا جميع فرحوا جميع ان شاء الله. الوغ سفيان كيف ما جات العاده سفيان وهاد البانديمي وهاد الكوفيد كومون سا سباس؟ صافا صافا كانت صعيبه شويه بخصوص الرياضه اللي كندير انا راك عارف يعني كتركز على الجري خصك تجري مسافه طويله يعني يوميا يعني ما تقدرش ديرها في الدار ولا ديرها في السطاح ولا في شي حاجه يعني صعيبه شويه. الحمد لله فاش بدا الكونفينمون كنت ديجا ستاج في افران. بقيت قررت اني نبقى في افران ما نهبطش لفاس لان راك عارف افران شويه واخا نقدر نلقى فين تريني نقدر زعما نخرج بوحدي تريني بيان سور بيان سور. ولا بقيت تما حتى كانت الحاله التمديد الثانيه اللي تزادت كان جات مع رمضان قررت صافي ما نقدرش نبقى في افران بوحدي يعني كنت نهبط. جات فرصه زوينه انني نصوم رمضان مع الوالدين مع الوالدين. هادي 4 سنين ما صمتش رمضان مع الوالدين ديما كنكون ستاج ولا خارج شي دوره يعني 4 سنين ما صمتش معاهم رمضان. هذا العام الحمد لله كتاب الحمد لله كتاب لينا صافا لونتخيمون ما حبستش يعني بقيت كنتريني يعني واخا صعيبه شويه يعني كنت شي مولف كتدرب 2 مرات في النهار يعني دابا لا غير مره واحده في النهار وماشي كيما كنتي يعني شويه ولكن الحمد لله حنا كنجيريو بما ان شاء الله ربي يدير لنا الفرج ان شاء الله. الوغ واش صعيب دابا سفيان صعيب ان اتليت انترناسيونال يتريني بلا ما يعرف باغ اكزومبل اون دات دو ريبريز بحال دابا كانوا لي جوز اولمبيك اللي مشى انيولي. كيفاش انتم تتعيشوا هاد لا سيتياسيون هادي؟ سي انا بيرسونيلمون جو فوا كو سي ديفيسيل ولكن انتم كيفاش اسكو فوز اريفي ا جيري واش تجيريو هاد القضيه هادي واش وي عندك الحق. بالنسبه في الاول
يعني انا كنت كنقول يعني في الاول فاش بدا الكونفينمون، يعني كانت واحد هذا العام كان عندنا اوبجيكتيف واحد هو لي جوز اولمبيك ديال طوكيو. دونك فاش بدا الكونفينمون بقى التفكير ديالنا كيدور واش غادي تاجل حتى الالعاب الاولمبيه ديال طوكيو. يعني حتى شي واحد ما عارف، يلا حتى مراد داز تقريبا 3 سومين في الكونفينمون يلاه جات الخبر بلي ان الالعاب الاولمبيه تاجلت ل 2021. دونك هذه من جهه، ولكن بالنسبه لي انا يعني صعيب تحبس لونطريمون، يعني واخا هكاك ما خصكش تحبس لونطريمون، وي يعني صعيب ما يمكنش انك داك الشيء كاع اللي خدمتيه من قبل، حيت بيان ديجا سور كنت اوكور دو انا كنت دزت واحد المرحله الاولى ديال البريباراسيون للجوز اولمبيك كندوزها، يعني بدات البريباراسيون ديالي من ديسمبر، يعني كنت غادي وصافي قررت انني ما نحبسش وبقيت في التدريب ديالي. بقاو دي ميتينغ اللي ما كان عليهم حتى شي هضره، يعني بقاو في البلاصه ديالهم، وبقات غادا الامور كتتضح شويه بشويه، بداو كيأجلوا كل مره كيأجلوا حاجه، ولكن الان دابا الحمد لله داروا واحد لا دات اوفيسيال اللي نرجعوا للميتينغ، داروا لنا لو 14 اوت ان شاء الله غادي يبداو الجولات ديال الدوري الماسي، يعني غتكون الانطلاقه ديالهم في 14 شهر 8 ان شاء الله. داكو، وغيكونوا دي كونديسيون سبيسيال ديال دورغانيزاسيون فوالا، وديرولمون ديال، هما مازال ما عرفتيش. تيهضروا دابا قالوا باللي غادي يكون ما كاينش الجمهور عاوتاني، يعني غادي ياخذوا جميع الاحتياطات ديالهم، وكذلك قرروا ان المسافات، يعني المسافات اللي غادي يكونوا في الملتقى ما يعلنوش عليهم، حتى تبقى دوم موال كل ميتينغ، يعني شهرين قبل عادي يعلنوا باش ما يديروش واحد الاكتظاظ ديال الزاتليت بزاف وداك الشيء داكور. ديالهم. ولكن يعني لحد الان مازال ما اتضحت حتى شي حاجه، ولكن اللي عارفين وعارفين ان لي ميتينغ رجعوا ان شاء الله في دوم موعود. ديجا بعداك عندكم اون دات، و سي تري وي سي امبورطون سا، باش تكون عندكم واحد هادشي علاش لوجيكتيف. مزيانه ليا، حيتاش ما حبستش، يعني بقيت في كور دي بريباراسيون، يعني بقيت مكمل، يعني ما حبستش هادشي باش مزيانه. حيت واحد الوقت دابا انتم سورتو في لا بريباراسيون كاين 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 صديق ان ريتم، واش غطلع لو ريتم غتهبطو غتبقى فوالا كونستون، فوالا حيت سي سا. شويه دونك انا الاماكن. فاش قبل ما يجي الكونفينمون، يعني قلت لك كنت ديجا في بريباراسيون، يعني كنت ديجا دارت مزيان. ليطاب الاولى ديال بريباراسيون، وكانت باقا ليا شهر باش نلعب اول ميتينغ ديال دياموند ليغ كان غيكون عندي في الدوحه تري اللي بيان. كان غادي يكون في شهر 4. يعني كنت ديجا بريباري الميتينغ، يعني صعيب داكو، شويه. تري بيان. دونك كتفكر انت كتبقى تقول لوجيكمون انا اصلا باش وصلت لديك المستوى ديك الريجيم باش طلعته، لان تعذبت بزاف باش وصلت ليه، يعني ما خصنيش نرجع باش ما نوليش نتعذب المره الجايه باش نولي نطلع ليه. Très bien, très très bien. Alors, on va parler avec les premiers messages rapidement. L'espoir du Maroc, bien sûr, le Clibat, tout d'Akshi Moujoudé, Nashrat, Riyada, Belfran, Sawiya. Voilà, Zineb, on va aller. Zineb, Rachid, c'est Rachid, on va aller. Le mohim, on va aller à l'Innes, l'Istahlou, et on va aller à l'Istahiyatoum. La relève, bien sûr, les applaudissements. Bonjour, bonsoir, c'est Bkali, ça c'est Abdelov. مهم هذا. ميرسي مراد، ميرسي دافوار انفيتي سفيان، ميرسي مراد فير لينيسياتيف دافوار نوت شامبيون بقالي. دونك المهم لي صديق الناس فرحانين باش لي جون لي كونت اون روتروف. جو سويز ان اتليت، جيم لاتليتيزم. سيدي بصحتك وراحتك. كومبيان دو جور انتخ لا فان دان ستاج اون التيتود اي لو جور دو لا كومبيتيسيون؟ غادي غادي نجاوبو عليها. تفكر معايا هاد انا ليسبوار دو نوت اتليتيزم، وين الفافوري بقالي و كي بروتو من بعد هنا بقى لي تبقى احنا زين ما كاينش هادشي ما كاينش الوغ سير احنا غنمشيو دابا بقى لي غادي نهضروا شويه على بقى لي كيما قلت بون ما غلطتش ياك ولد فاس دزتي فاس فاس صافي حي المرجع تري بيان دونك هذا هو والقضيه اللي قلت قبيله توتالور غادي نوصل ليها كانت نيت انت كنتي تايتي ديتيكتيف في هذيك لوبيراسيون ديال اللي داروا ديال 3600 تلميذ اللي كانوا داروا لهم ديتكسيون. وي ليا شرف لانني جيت من داك العمليه اللي هي احسن عمليه، كلشي كيكون ليه شرف باش كيجي من داك العمليه ديال التنقيب على المواهب، يعني حاجه واعره. كنت كنقرا في الاولى اعدادي، ديك الساعه كانت سنه 2000 و2009، وكان الكلوب انت مراد تعرف الكلوب ديال التنس اللي كاين فاس. اييه بيان سور، وي دونك وي هو هذاك هو الكلوب ديالي انا، هذاك هو اللي داكور. دونك فاس كونت كروب هي هذيك، يعني تما وبالضبط الحي اللي كنسكن فيه انا هو اللي اكوتي ديال الكلوب، هو اللي كاين زعما ما بعيدش بزاف يعني المرجع. دونك هما كان المدرب ديالي السي كريم التلمساني، كانوا صراحه ماشي غير هو، كانوا بزاف ديال المدربين، ولكن هو اللي كرجع لي الفضل في كل شيء. يعني كانوا قرروا انهم يفتتحوا نادي بفاس،
كان هو هذاك فاس كونتي كروم، وجاو المدارس يعني كيدوروا كيديونا بالاقسام، يعني كانوا كيجيو عندنا داكور. كانوا كيديونا بالاقسام، وكنمشيو كيجمعوا الاقسام بزاف، زعما كتكون واحد المنافسه ما بين الاقسام، كيديروا لنا دي تيست في الجري، واللي كيبان زوين في ديك الدراري صافي كي اللي ربح ديك لا كورس ولا شي حاجه كيديوه. دونك مشيت، كان لاتليت كاين واحد لاتليت كيدير لنا اليافغ اللي هو انسيان شامبيون رشيد رشيد البسير، تي كوزي بيان رشيد سور، البسير، الله يودي الله كان هو يودي، اللي كيدير تحيات سي لنا رشيد. كيدير لنا اليافغ اللي تبعوه، بقى تابعه يعني اقصى وقت ممكن، يعني كانوا كيعزلوه ديك الساعه. دونك ملي طلقنا الديبار وانا لاصق فيه ما طلقش منه يعني حتى التالي. يعني من ولاج ذاك ديالك الوقت شحال كان عندك؟ لاج ديك الساعة كان ديك الساعه 13 ans 13 عام، 13 ans. يعني تري بيان. 13 عام بقيت تابعه صافي. فاش يعني دوروا جو لقاني غير انا بوحدي اللي معاه، صافي حبس هو قال لي صافي، قال لهم ديو هذا عجلوني ديك الساعه بالعقل. خديت عطاوني تي دواء شورت، عليا. عطاوني تي شورت وقلعه ديال الاكواريوس، مشيت هذه فرحان بديك تي شورت بديك قلعه ديال الاكواريوس. والله العظيم ما كنعرفش شنو اكواريوس ديك الساعه، عندي ديتها معايا خليتها عندي ما عارفش، ما شربتيهاش؟ لا خليتها عندي والله ما شربتش انا، عاود داكشي تكون الوالده مازال دابا تنقول لها، كنقول لها عقلتي باش جبت لك قلعه ديال الاكواريوس قلت شنو عطاوني. الحمد لله هادو دي شوز زوينين كيبقاو زعما الحمد لله والله. الحمد لله الحمد لله. صافي الحمد لله بدات العلاقه ما بين الناس. تماك الوغ تماك انا جوست افون دونك هاد لوبيراسيون هادي، انا كانت اوبيراسيون زعما اللي عطات الاكل ديالها، شوف ولكن انا من بعد ما بقيناش شفنا دي زوبيراسيون بحال هادو. سفيان شوف ما نقول ما نكذبش عليك، لان صراحه بالضبط انا دخلت وتدرجت في ديك الكلوب، وبقيت 2009 2010 وكنت كنشوف يعني ديما في اول سنه كانوا كيجيبوا الاقسام، يعني تقريبا حد الف، انا كان مازال كنعقل يعني حد 2013 ما بقيتش شفت بلي انهم كيجيو. ولكن دابا بحكم ان هذا الحي هذا بالضبط اللي فيه انا يعني قريب للكلوب، يعني ما بقاش كتحتاج لك نمشيو للمدرسه ونجيبو الدراري، يعني ولاو الدراري كيجيبوا صحابهم دابا معاهم، يعني داكور. انا مازال كنشوف دابا في الكلوب، يعني مازال كنشوف هذه القضيه دي، يعني الدراري مازال كيجيبوا صحابهم معاهم، يعني عوض ما نمشيو، ولكن ماشي بحال يعني. ماشي بحال لا ديتيكسيون. من الاحسن كما قلت لك غتمشي تجيبهم جروب، غادي تجي غادي تعلمهم، غادي يوجدوا راسهم، غادي يجيو احسن. حنا نار علمونا، انا نار علمونا، غادي نجيو كتحمس كتقول واو ندير شي حاجه عمري درتها وما عارف شنو كندير اصلا، غير باغي نضحك وشي حاجه هكاك صدقت. يعني الحمد لله كتشوف راسك في التالي، يعني جيتي غير من شي حاجه اللي كانوا ناويينها الناس، والحمد لله تتكون شوفينا. تتكون امبيونس اخرى، وتتكون حماس وي اخر، بصح وتكون بزاف هادشي اللي موتيفاسيون. كاين، كنتمناه ان شاء الله، لان صراحه هذيك شوف راه ماشي غير انا اللي كنقول هذه الهضره، يعني كنشوف الناس بزاف دي شامبيون بزاف كيطلبوا هذه القضيه ديال ان ترجع لديك الشيء ديال شحال هذه، لان كانت نقيبه المواهب من المدارس، واول حاجه كانت الرياضه المدرسيه هي الاولى اللي كانت كنهضر اكزاكت بزاف اكزاكت يعني. وانا اكزاكت اصلا فاش بديت واخا الكلوب كنت كنشارك في بطولات مدرسيه، يعني كنت كنلعب العاب مدرسيه، وي كنت تدرب في الكلوب ولكن كنلعب العاب مدرسيه، والالعاب المدرسيه هي كذلك ليها فضل كبير وي بيان سور بيان في سور. هذا الشيء هذا، يعني كتوصل شي حوايج معاهم زوينين. كنا هضرنا مع الضيوف اللي سبقوك، هضرنا على الاهميه ديال السبور سكولير، واشنو زعما اشنو عطاه هذاك السبور سكولير، حيت شفنا دي فولييور. كنا هضرنا مع سعد الرزاق علام، هضرنا مع بزاف ديال الرياضيين. اي دونك كل شيء تو الموند روغريت مالوغوزمون هذه القضيه ديال السبور سكولير اللي غبر من الواجهه، سي بيان دوماج. قال لي سي روتميتس كوم كوا البوتونسيال اي لا اي كيل فو سافوار ليكسبلواتي بور كريي دو نوفو شامبيون. افكتيمون هذا الشيء اللي تنقولوا، سا سي سوفيان لا فيرتي دو لاتليتيزم ناسيونال. دونك هاد المسائل هادي زعما انا قبل من هاد لا ديتيكسيون، قبل من هاد لي 13 ans، وهاد المساله هادي اللي مشيتي و ما بقيتيش باغي تطلق البصير من تلونسا قدامك. بغيت نعرف سفيان صغير، اشنو كان صديق لو بونشون ديالك؟ حنا كلنا تتفيق في الصباح تقول غنلعب كره، واش انت كان عندك نفس الطموح ولا لا؟ سفيان صغير زوين، علاش والله دوز فرحان، عرفتي علاش بهذا السؤال هذا؟ حيت الحمد لله راضي على الطفوله ديالي، واحد الرضا اللي ما نقولكش، لان دوزت كل شيء، يعني كل شيء الصغر ديالي كامل كان زوين. قلت لك الحي الشعبي، كنا ساكنين، الجد ديالي عنده كان عنده سميتو كان عنده دير الكار دير غنام كسيبه، يعني بحال هكا في الدار.
حنا ما كناش كنمشيو معاه، ولكن واخا هو ما كيقولكش يلاه معانا، حنا كنا الحب ديالنا لديك خصنا نمشيو معاه نعيشو داك الشيء، يعني زوين داك الشيء، يعني ديك الامبيونس زوينه. عرفتي علاش تنضحك؟ حيت قال لي مراد قال لي كانت بيبيز. هذيك كنت هذا راه خالي انا مراد. مزيان هذا الشيء مزيان كنت صغير، كنت صغير، لا كنت صغير بزاف، ولكن ما نعقلش على راسي انا طبيب، يعني نعقل على راسي، نعقل على راسي المهم هكا خالك قال لك انت طبيب، حنا انت اخو خالك. والله. لا هو راه غيعرفني ديك الساعه فاش كنت صغير. فما بقيت قلت لك كانت طفوله زوينه، يعني كنت نلعب اللعب بزاف مع الدراري، يعني في الحي حومه شعبيه، يعني ما يمكنلكش انك تستغنى على اللعب، يعني زوين في مع الدراري ديال الدرب ديالكم مع كل شيء، وكذلك لعب الكره، يعني ما كانش كتخطا، ولكن الفكره ديال الجري عمرها كانت، يعني قلت لك كيما يعني جامي كانت الفكره ديال الجري، كانت القرايه كنمشي نقرا، كتمشي تقرا، يعني اصلا كتفكر كتقول ما يمكنش ليا، المهم كتقرا، ولكن القرايه كانت على قد الحال، وما كنتش كنقرا مزيان، ولكن كنت كنقول انني مهم نكافح حتى التالي، واللي دار الله في التالي هي اللي تكون. فجات صدفه الحمد لله هاد الرياضه هذه اللي صراحه لقيت راسي فيها ومشيت، ما عمرك ما ديك الساعه استسلمتش. وانت صغير، ما عمرك كان عندك زعما داس لك في بالك غادي تمشي، ولا قال لك شي واحد تبارك الله عليك راك تجري بزاف لا وراك والو، رابيد، ولا تدير لا ديك والو، جامي السباق نباق سافق. في الدرب وتتفوتهم كاملين؟ نو ما لا كاينش هذا الشيء. جامي، لا عمرها كانت، كان قلت لك حتى بدات من 2009 مع الكلوب، هذا الشيء اللي كان. داكور. الوغ لا في في لو كلوب، دونك من تماك مشيتي لهذيك لوبيراسيون ديتيكسيون ياك، هذاك هي لا بروميير ديالك. من بعد ابخي لا ديتيكسيون اشنو وقع؟ رجعتي للدار دونك قلتي القضيه ديال اكواريوس، ومهم والله تي تيشوب. شيرت هذاك الشيء خليتهم درتي لهم كادر في الدار، فرحان بيان والله. سور غادي تكون فرحان. تماك عطاتك هذاك لا سيليكسيون، عطاتك الثقه. اشنو ديك الساعه حسيتي غيتبدل في حياتك سفيان؟ واش قلتي صح، فازي فازي تفضل. هو فاش مشينا صافي قالوا لنا الوقت فوقاش خصنا نبقاو نجيو، يعني فوقاش نبقاو نجيو ندربوا معاهم في الكلوب. شنو نقول لك، صافي ولينا كنتلاقاو، وكاين الحماس ما بين الدراري، ما كتعرفش هذا، وهما جمعوا جروب، يعني واحد كل واحد كيبغي يفرض راسه ديك الوقت، يعني ما كنعرفوش شنو هي الاتليتيزم، ما كنعرفوش شنو خصنا ندرينيو جروب، يعني اللي عنده شي حاجه كيبغي يعيي الاخر بهذه العباره هذه. صافي بقينا حتى ولينا اصدقاء، وش نقول لك، ولينا صحاب بزاف هاد الدراري اللي كانوا معايا ذاك الوقت، شكون ولينا فيهم اللي باقي كنخرجوا. مازال تتشوف ولا دار مستوى بروفيسيونيل ولا؟ لحد الان ما بقى حتى شي واحد، لان فيهم حتى شي واحد ما كمل، ولكن الحمد لله انا معايا دابا دو اتلات كاينين معايا، هما في ليكيب ناسيونال الحمد لله، حتى هما من نفس الحي، وتخرجوا من بون، الكلوب، يعني تخرجوا من الكلوب، يعني الدراري كانوا من الكلوب، يعني صغار الان هما منك؟ معايا صغار اللي منك؟ وي صغير، واحد لي جينيور مانتونو ربح كاع لي كورس ديال المغرب هذا العام هذا، وان شاء الله كانت عنده شامبيونا دي مون جينيور هذا العام هذا حتى هو، ونوتخ اتليت ديال 500 متر، يعني حتى هو مازال صغير وعنده كرونو زويون 337، يعني يلاه جاي بشويه بشويه ان شاء الله تيوصل الكرونو الكبير ان شاء الله ديالو، وخلاص انا هما معايا داكور. الان، هاد الوليدات ونحاول. هاد الوليدات واش خداوك انت كوم موديل؟ اي سو سونت انسبيري وي منك انت؟ داكور صح، هما داكور. انا ما كنحسبهم، راك عارف، اصدقاء بيان سور. خوت، يعني في لومبيونس باش تكون في لومبيونس، ولكن انت اللي شجعتيهم، انت اللي كنتي على ولكن هو راك لوكوموتيف. تحس بيهم عاطينك واحد لو ريسبي يعني كبير، وانا ما كنحاول نحيد ديك لو ريسبي باش انهم ما تكونش عليهم واحد لا بريسيون مزيان. بزاف، وانهم يتدربوا عادي، وانا معاهم ان شاء الله تيوصلوا، حتى هما غيدوزوا ان شاء الله. ان شاء الله الله يوفق. وهادشي اللي بغينا ان شاء الله يكونوا حتى هما لا غوليف، إن شاء الله يا تولي رب. ان بون جروب كيما قلنا، تولي فريمون اون اكيب ناسيونال، ونعيشوا عاوتاني مع الاتليتيزم داك الشيء اللي عشنا مع الناس اللي سبقوك. الوغ كيستيون، بار كيل ديستانس ا ديبوتي اتيل ديبوتي اون كلوب؟ اش من مسافه بديتي فيها في الكلوب سفيان؟ وي قلت لك 2011 2010 بالضبط، ولا الكلوب ديالنا لي لا فيديراسيون، يعني من قبل ما كانش لي لا فيديراسيون، يعني تونجاجاو مع لا فيديراسيون، ولا بامكاننا اننا نلعبوا دي كومبيتيسيون في المغرب، يعني بطولات المغرب او بطولات جهويه. ما بديتش انا لي كومبيتيسيون في 2010، يعني كنت غير كنتدرب، كنت ديك الساعه مازال صغير ما عنديش الحق نشارك. دخلت اول مشاركه ديالي كانت في فئه الصغار سنه 2011، كانت بالعدو الريفي،
الا داكور. راني سلت لك التصويره يعني ديجا انا شفتيها تو كنت سويت صغير دابا باغي نشوف هادشي هذا كله. يعني كانت في بالضبط واحد السباق كان في العرجات في الرباط ايوا ومشيت لاول مشاركه وربحت هادي فوالا سي سا هادي لا فوتو مشيت اول هي مشاركه ديالي وربحت داك السباق صافي من بعد بديت كنلعب 1000 متر يعني كنت صغار ما كايناش المسافات الطويله 2000 و 2013 هي فين بديت يعني كنعرف شنو هي الاتليتيزم يعني بديت ديك كنعرف الساعة 2013 مشيتي طلعت للأكاديمي. فئات طلعت لا ماشي 2013 2015 يلا مشيت للاكاديمي داكور تري بيان تري بيان. دونك 2013 طلعت الفئات الفتيان يعني الفتيان شويه بديت كنعرف شنو الاتليتيزم يعني ولات الميل 5 يعني 3000 متر ماشي موانع كانت ديك الساعه 2000 متر موانع في الفتيان يعني صافي بديت كنجري ولكن كنجري 1500 وكنجري 3000 وما كنتش كنجري موانع داكور. في اول يعني ما كنتيش ما كانش عندك ما كنتش يعني الستيبل. فاش كنت في الفيتيان كان المدرب ديالي ديما كيدخلني نلعب 1500 ولعب 3000 يعني كنت داكور. كنربح كندير كرونو مزيان كانت بطولة المغرب وكانت فيها ال 2000 متر موانع يعني جابني قال لي غادي دير السيبل انا عمري درت السيبل وما كنعرفش ننقص ديك الوقت يعني صعيبة شوية تخلعت في الاول جابني علمني كيفاش ننقص علمني التكنيك ديالها المهم الجرى ماشي مشكل يعني الجرى كتجري عادي ولكن بقات في التكنيك ديالها صافي مشيت داني واحد 200 كيلو في وجده كنتذكر كلاسي تخوازيام وصعيبة جاتني بزاف يعني تعذبت بزاف في النقاز مش عارفش النقاز ولكن الحمد لله صافي رجعت خدمت مزيان وكانت بالضبط ديك العام كانت 2013 كانت بطولة العالم ديال الفيتيان كنعقل وكان خصني ندير المينيما باش نمشي لبطولة العالم داكور ايوا يعني ديك الساعه مازال ماشي عارفني حتى واحد يعني حتى ليكيب ناسيونال ما معروفش يعني خصني انا ديك العام ندير كرونو ديال المينيما باش نقدر يعيطوا لي ليكيب ناسيونال نمشي معاهم الشامبيونات ديال المغرب داكور دونك صافي جيت من بعد كان واحد الميتينغ وانا ندير فيه مينيما درت 5:45 كان عقل كانت المينيما هي المطلوبه هاد التصويره هادي سفيان ديالاش؟ هادي كلوب هاد الوقت بالضبط راه 2013 هاد الوقت انا كنتذكر هاد السنه هادي ب 2013 يعني كنت في هاد الفتيان على هي هاد السنة داكور. علاش كنهضر لك بالضبط تري بيان. وهذيك لا ميداي صافي نيت جاب بصح ياك. لا ميداي ديال بصح ماشي كذوب هنا مزيت كنظن هاد الميدالية بالضبط ديال بطولة المغرب يعني كنت في ربح بطولة المغرب 2013 مازال عاقل داكور. كنا جينا للكلوب نيت وهما اللي داروا احتفلوا بينا على اساس انا والدراري اللي كانوا معايا داروا ريزلت مزيان ديك العام صافي ما من بعد ما تختاريتش ما مشيتش معاهم بطولة العالم كادي وبقى في الحال بزاف علاش؟ بوكو بو كيل ريزون؟ حيتاش واخا كدير كرونو المدير التقني ديك الوقت كان عقل كان كيقول باللي اللي دار الكرونو وربح بطل المغرب هو اللي غادي نديوه انا كنت داير داكور. كرونو بطولة المغرب كنت واجد جيت نجري عادي باش نربح صعيبة كنتذكر هاد القضية هادي كنت غادي نربح كنت بطولة العالم بطولة المغرب اصلا كانت في فاس كنت غادي نربح لا كورس كنت هارب على لوتر زاتليت اللي كانوا معايا يعني كنت بعيد عليهم بزاف بزاف كنت غادي مزيان وغندير واحد الكرونو جديد ديالي كانت باقا لي دورة بالضبط ودورت وجهي كنشوف مورايا وانا ندخل في لوبستاكل يعني قصت لوبستاكل برجلي او لا لا قصت الاوبستاكل وطحت على راسي عرفتي تغمى عليا او فقت لا لا والله فقت في لومبيلونس يعني اي اي صعيبه اي اي شويه صافي فقت ديك الساعه كان المدرب معايا سي كريم تلمساني لقيته معايا تما حدايا مازالش نعقل لان ديك السيد بزاف يعني شي حوايج زوينين شتني عنقني وجرني وهو كان ديجا سمع بلي صافي راه بقى لي ما غاديش نديه الشامبيونات ديال مون كادي علاش حيت ما ربحش شامبيون دو مارك ولكن راه كان غادي يربح غير طاح فهمتي يعني هذاك راه كنتي كان عندك لافونس واه كنت كان غادي عندك نربح بافونتاج كبير وبكرونو كبير ديك النهار ولكن الحمد لله ما كتبتش جيت انا بقيت كنبكي وقال لي ولدي بحال هكا مثلا قال لي يا ولدي قال لي ما غاديش يديوك ولكن راه ماشي نهاية العالم بحال هكا قال لي داكور. راه ماشي نهاية العالم قال لي مازال ان شاء الله غادي تلاخر وحنا معاهم قال لي تا نشوفوا معاهم واش يديوك ولا ما يديوكش
بدا العقل بقيت كنبكي بزاف، ما رضيتش حيتاش كتشوف اول مره وباغي تسافر وعمرك سافرتي على برا، يعني هذا الشيء علاش الناس كتبغي تشارك وهي صغيره، يعني باش صح، من الصغر باش تاخذ تكون عندك هذيك اكسبيريونس، تكون عندك تاخذ اكسبيريونس وتفهم. الاكسبيريونس، تحيد ديك الدهشه ديال اللي ميتين كبار وديال ديك التدهورات اللي كيكونوا كبيره. صافي ما مشيتش، ولكن تخيل طحت انا في الصباح وصلني والدار الدار ديك الساعه ما خلانيش ما في التيران، وكانت في العشيه كاينه 3000 مستويه اللي فيها هي بطوله المغرب، وانا كنت ديجا داير كرونو فيها ومكالفي فيها باش نلعب، وكنت قصحت في ركبتي وبقى عندي الشك واش نلعبها ولا ما نلعبهاش، وقلت لي غادي نجي نلعب في العشيه، وجيت لعبت وربحت بطل المغرب في 3000. يعني في الصباح واو، طحت ونط وجيت في العشيه ربحت 3000 ودرت بطل المغرب. صافي الحمد لله داز ديك السنه، يعني ما كانت مشيتش لبطوله العالم، ما كتابتش، تفرجت في هو اللي معاك هنا في واه 2016. سي صاح سي كريم، راه هو هذا فوالا دونك التصويره هادي ياك. تبارك الله. شوف راه 2009 ل 2020، يعني راه 11 عام وحنا وياه، يعني راه ماشي غير مانيفيك، مدرب، فيه كل شيء دابا، يعني فيه الاب فيه الاخ فيه الصديق فيه كل شيء، سي مانيفيك، سي الحمد لله. مانيفيك. هادشي تيفرحي، تيبدلنا شويه من هذوك بارفوا في لي باركور ديال، سي نورمال، غنقول بعض المرات سي نورمال، ولكن ملي تكون لا ريغولاريتي ولا ترانكيليتي في هذاك لو ترافاي اونتر لونترينور و لاتليت، سا دون دي فروي. دونك الحمد لله. شو كيفاش تهضر مع تهضر عليه بلوتو، تيبين لا بان لا الحمد كاين لله. شوف مراد والله هذا السيد لقيت فيه شي حوايج ولقى فيه شي حوايج اللي بزاف، انا قلت لك هذا هو اللي درسوا فيه البقال، يعني ما كاينش شي حاجه اخرى، يعني قلت لك ايوه يعني من الاول يعني عاونني، راه غنعاود لك، انا غنجيك كنعاود لك كل شيء، وي يعني بيان سور بيان سور. راه نهار بغيت نخرج من المدرسه ما مشيتش عند والدي، قلت لهم راه غادي نخرج من المدرسه، مشيت عنده هو قلت له السي كريم شوف، قلت ليه انا راه ما كنقراش مزيان، قلت ليه ما كنقراش مزيان وما وصافي، وصلت لحد ديال انني عرفت راسي ما غاديش نوصل في القرايه وما غاديش نقرا مزيان، يعني عرفت راسي شنو باغي، عرفتي لي ليميت، عرفتي كنفكر لي ليميت ولا بديت ديالك. كنفكر في مستقبلي وانا صغير، يعني واخا ما تكونش القرايه نقدر ندير شي حاجه اخرى ابار القرايه باش نقدر نبقى الحمد لله. قلت ليه واش فهاد الاتليتيزم نقدر نصوفي راسي بحال هكا، هذه الهضره اللي جات في العقل انا. هو قال لي ما تخرجش من القرايه، ولكن انا نحيت عليه بزاف وقلت ليه شنو كاين وشنو كاين. صافي قال لي يا ولدي شوف، قال لي انا معاك حتى جيسكو، وقال لي انا معاك حتى التالي، ولكن قال لي راه خصك تكون راس صغير، وهاد الرياضه هذه راه كتبغي ماشي تكون شي واحد اللي باسل، شي واحد اللي ما منضبط، شي واحد اللي ما غاديش يتريني، عرفتي وعدتو من ديك الوقت كنعقل، قلت لي انا كنوعدك هادشي كامل اللي كتقول، اصلا كنت انا الراس صغير، يعني كنت من النهار الاول كنسمع ليه ومازال شحال دابا كان في كنسمع عمرك؟ ليه. شحال كان في عمرك فاش سفيان؟ غنخرج من القرايه، فاش غادي نخرج من القرايه بالضبط 2013 خرج من القرايه، تري بيان، تري بيان. 2013 هي فوقاش خرج من القرايه، هي هو العام اللي ما مشيتش للشامبيون دي مونديال، داكور، هو تري فاش ما بيان. داونيش. صافي قلت لك داز ديك العام ديال 2013، فاش داز 2013 جات شامبيون دي موند جينيور 2014، دونك هو فاش ديك شامبيون دي موند ديال 2013 وما داونيش، قال لي غادي كان واعد، قال لي بلي العام الجاي غتمشي شامبيون دي موند جينيور، قال لي هو غادي تمشي، قال لي كان واعد غتمشي شامبيون دي موند جينيور وغادي نخدم معاك وغادي تجيب لا ميداي بحال هكا، يعني صعيبة، تيقفك مزيان. بزاف، حيت هو كان عارف لونطريمون ديالي من الصغار، وكان كي واحد كيتريني بيك وكيشوفك، يعني ماشي بحال اللي ما كيشوفكش. صافي جات 2014 حاجة أخرى، يعني حسيت بالحقرة أنني ما مشيتش في 2013 شامبيون دي موند، وليت الخدمة ولات لونطريمون عندي تبدلات، يعني كبرت شوية في دماغي، كبرت أنني خصني نترين. واحد لا كيسيون اللي ما سقسيتكش في الاول، شحال نتوما في لا فامي، في العائله سفيان؟ أنا لا فامي ديالي أنا وخويا، تري بيان. كاينة أختي توفات قبل منها مسكينة الله يرحمها، الله يرحمها، الله يرحمها يعني في هذا النهار، توفات قديم، هي الأولى خلقت ولكن توفات بكري، الله يرحمها في هذا النهار. هذا اخوك، اللهم هذا آمين يا ربي. اخوك سبورتيف، اخوك سبورتيف ولا لا؟ شوية تري ماشي بيان، بزاف تري بيان، كيلعب تري الكرة، بيان، هو كيلعب الكرة بزاف. مزيان. الوغ انت مشيتي عند المدرب ديالك، قلتي لي انا غندير من القرايه، انا جو اغيتي، هو قال فوالا لك وي انت اسيغ، قال لك انا غنبقى نخدم معاك الا بقى راسك صغير وبغيتي تتعلم وبغيتي تزيد قدام وبغيتي وي دير بزاف سي ديال لي صح هادشي. ساكريفيس. ايوا، وملي رجعتي للدار اش قلتي لهم؟ صافي 2014 قلت لك الدار لا صعيب، كان شويه على القرايه صعيبه ايوا بزاف، سقطت مع الوالد كان باغيني نقرا، وانا اصلا عارف صعيب بزاف، لان كنت كنشوف الوالد اصلا
تيخدم وكيقول لك باللي قرا وحتى حاجه. الحمد لله كان موفر ليا كل شيء، يعني كنت كان في الصغر ديالي كنت كنشوف، يعني كنت كنعيش ديك، كنحس بديك الشيء، واي يعني كنحس بانه ما باغيكش تحرم شي حاجه اللي بغيتيها يجيبها لك كذا غير تقرا. ولكن باش نقنع انا الوالد ديالي باللي ما غاديش نقرا صعيبه شويه، صعيبه داكور بزاف. صافي ما قدرتش نقولها له، قلتها للوالده، والدة هي اللي قالتها لي، وصافي كتبقى تحس بواحد الإحساس من الله يسمح لنا من الوالدين. فوالا هادشي اللي كاين. والله يعني كتحس من بعد حسيت بواحد الإحساس صعيب شوية منه، يعني كتحس بيه بحال ما عجبوش الحال، وما عندكش الحل باش تقدر تقول له أنا راني خرجت، يعني ما عندها حتى شي مبرر تقول لي أنا خرج من القراية، لا صعيبة شوية. صافي بقات الأمور الحمد لله داكور هكاك. سفيان، دابا ولدك غيجي عندك ان شاء الله ولا بغى الله في الميم كا نفس الحاله، اش غتقول ليه؟ شنو نقول لك في هذا الوقت صعيب. ماشي بحال من قبل، والله صعيب دابا. لا ياك بحال يعني كما هو ما رضاش في الاول وما عجبوش الحاجه، انا ما غاديش نرضى يعني يخرج ولدي من القرايه ولا شي حاجه. وانت ولكن دابا الحمد لله هذا الشيء كاين في الحياه، يعني باغفوا تتاخذ القرار الصائب، يعني الحمد لله. يعني انت كون ما كنتش انني خديت ذاك القرار يعني كان صعيب شويه، يعني الحمد لله القرار الصائب تخدع. الوغ قال لي النجم، قال لي الا شوازي لو بون ميساجي توكلتي على الوالده ديالك، هي اللي تكلفات ويرا والله باش دوز. بونسوار نجم. قلتها ليها وهي هي اللي قالتها لي. ولكن من بعد بديت كنحس بها كيدير فيا شوفات خايبين، يعني وليت حاسس لا براسي لا 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 واش لا لا كنتسنى شي قتله ديال العصا ولا شي حاجه بحال هكا. لا المهم لا هادشي فايسوفيان. وليت حاضر جنابي، يعني مابقيتش كنخرج من الدار بزاف باش ما نزيدش نكبر في المشكل. بقات الامور هكا الحمد لله وما تبدات. ما كانش باردون ما كانش علاقة بين جوستمون المدرب والاب ديالك، ما هضروش. لا لا جامي قال لي جامي، تقرب لي، ما تقربش ليا. لا والو جامي. ممكن عقل انا فوقاش، انا اصلا فوقاش غادي نلاقي الوالد ديالي مع المدرب ديالي بالضبط 2017. والله سي وين 2017 شوف تبارك الله، من 2009 حتى 2017، لان الوالد صافي كان ترونكيل، يعني كان كيخدم عادي كيقول لي صافي عارفين فين كنمشي. اصلا هو كان عارفني، عارف كل شيء، يعني ما كاينش شي حاجه علاش غادي سؤال ولا شي حاجه صعيبه. تري بيان. صافي جات 2014 قلت لك، صافي قلت لك بديت التدريب ديالي، يعني واحد الحاجه راه حسيت بها في 2013 خصني نمشي للشامبيون دي موند. صافي بداو السباقات، بداو العدو الريفي في المغرب. بديت كنربح، يعني كبرت شويه وليت كنعرف خصني نربح، وخا لي زاتلي تحسن مني ديك الوقت، يعني بدات الامور كتتضح. وليت كنربح، فين ما نربح كنحس براسي واحد اخر، يعني كل مره كتزاد حاجه. يعني في المغرب شويه قلت لك ضروري هادشي اللي زوينه مراد، خص الواحد يتدرج من جميع الفئات، بيان سور يعني بيان كل ما سور تدرج شي جميع الفئات واخا غير في المغرب، يعني ماشي اوبليج انني نشارك في قنت اخر باش بيان سور نستافد. صافي كان عندي واحد الكاريزما خصني ديما نربح، ما كنبغيش نخسر، اوكي المهم ديما كنبغي في لو تخوا بروميي نكون معاهم. جات 2014 كان خصني ندير المينيما ديك الساعه مراد، فاش طلعت 2014 وليت جينيور، ولات عندنا 3 ميسيبل ماشي 2 ميسيبل، حيت هذه كانت عندنا اي دوميسيبل. داكور زدت واحد الف صافي واحد الف ولا متر زدت اخرى. ميل واحد، زدت الف واحده اخرى. جيت بديت كنربح لي ميتينغ جونيور، ولكن الكرونو مازال شويه ضعيف، مازال ما وصلتش للمينيموم. داكور كان ديك الساعه خصني نشارك في واحد الملتقى اللي كان هنا في فاس مع لي سينيور، انا جونيور ونشارك مع لي سينيور باش نقدر ندير توقيت زويون معاهم. داكور صافي داكشي اللي كان، وجدت مزيان، دخلت مع لي سينيور وانا ندير دوزيام مع لي سينيور، يعني كان مع الدراري كبار، يعني مانيفيك. كان ديك الساعه البطل حميد الزين كان هو اللي كيدير وي المسافات، وانا ندير موراه، يعني دخلنا انا وياه بالفينيش، دار هو 8:30 وانا درت 8:32، وفرحت بزاف ديك النهار ديال الكرونو، لان عرفت القيمه ديال ديك الكرونو جينيور، يعني ماشي ساهله دير ديك الكرونو. سوبر مانيفيك. كان هو التخوازيام وموند ديك الوقت ديك الكرونو، يعني ايه صافي بقى وليتي كتشوف راسك درتي 8:32 بحال هكا، وكندخل الرانكينغ كنشوف راسي انا الثوازيام، كنقول غادي نمشي للشامبيون دي موند نقدر نجيب ميداي، يعني عندك لي شونس باش تجيب ميداي مع نجيب ميداي. ديك. صافي جات شامبيون دي موند جينيور، دارت لا سيليكسيون داوني. وهاد لي بروميي تيتر كان معاهم شويه الفلوس ولا ما كانش، ولا داكشي عاوتاني هادشي كانت اكواريوس لا ولا اكواريوس وزيد لا وزيد؟ في الاول لا ما كانش، كان جيست من الكلوب اللي كان كيخلص لنا، الكلوب اللي كان كيعطينا الساعه داكور اللي كنجيبوا ليه لي بوان، يعني كان دونك سوبر. الكلوب ابار النقاط ابار داكشي اللي كنربح،
كانوا مدعميني صراحة من الأول، يعني مزيان. فوق من نهار بدات لا كارير ديالي بالضبط، نهار قلعت بديت كنربح ها لي ميتينغ 2012 حتى 2016. الكلوب يعني فاز كونت كروب ليهم واحد الشكر كبير، لان كان عندهم واحد الراعي رسمي اللي سميتو ليتل دريم، يعني كاين في داكور. ايطازيني، كان هو كان كيعاونني بزاف، يعني كان فلوس لي ستاج فلوس، صح، يعني فلان مقبل ما كنتش داخل انا مع ليكيب ناسيونال، ما كنتيش مع ليكيب يعني ناسيونال ما يمكن حتى افيكتيمون. استفاد من الاكاديميه، يعني كنت تطلع واي غتكري لي فيتمون خصك تشريهم، السبر ديالك خصك تشريها، فهمتي بزاف ديال الحوايج. وهذا الشيء مهم سفيان، تيخلي شويه صديق شويه الامل، حيت دازو ضيوف قبل منك كما قلت لك، وعانوا بزاف، عانوا كثير مع لي كلوب، وعانوا مع لي فيدراسيون، وعانوا بزاف بزاف بزاف. دونك هذا الشيء اللي تقول لي شويه سا دون دو ليسبور، تعطي شويه الامل للرياضيين اللي حتى هما تيشقوا في طريقهم، بان راه كاين الناس اللي تيخدموا مزيان وتيعتنيو بالرياضيين سورتو تيعاونوا. شوف هذا هو والله والله مراد كيما قلتي، كاين الحوايج خايبين بزاف، كاين الحوايج زوينين غير شويه، ولكن ديك الحوايج زوينين كل ما كانوا شويه كيغطيو على داك الشيء الخايب بزاف. يعني حنا ما كنشكوك الحمد لله بحال هاد الكلوب هادو، هاد النموذج اللي كنعاود عليه يكون بزاف، يعني علاش ما نعاونش اتليت يوصل؟ يعني انا نقدر نقول لك باش وصلت للمستوى هذا راه 70% ديال الكلوب ماشي ديال لا فيدراسيون، سا سي تو واي هادشي هادشي اللي بغيت نشرح لك. يعني انا بديت 2014، يعني ما كنتش كنعرف لا فيديراسيون 2014. انت جاوبتي على واحد السؤال جوستمون ديال مريم اللي في اسبانيا، قالت لك العلاقه مع شنو، لا ماك لو شنو لو رابور مع الجامعه. انت دابا جاوبتي شويه على هاد لا كيسيون هادي. دونك الكلوب هو اللي زعمك دعمك، وكان وقفت هو في جنبك كيما وقف في جنبك المدرب ديالك. اش من مدينه 88؟ مدينة فاس هو فيس مدينة فاس، صافي. ايوا فيس، سي هو مزيان هو ديال الصح. مزيان. هذه حتى هي سيتي اون كيستيون ديال مون مريم. كارير تا هو تبارك الله، اللي هو شوف هو ديجا انترينور ديال بوكو دي شامبيون. من وي قبل كان افكتيمون، هو من قبل كان هو لونترينور ديال مريم علوي سلسولي، وي افكتيمون من قبل عاوتاني كانوا بزاف ديال لي شامبيون ماروكان. بدا لك هو كان قرا في معهد مولاي رشيد، خرج ديال معهد مولاي رشيد، مشى في 2005، من 2005 ل 2008 كان في قطر، ليكيب ناسيونال ديال قطر كان شادها هو، لي زاتليت ديال دومي فون خداو معاهم دي تيتخ، معاه اتليت في لي جوز اولمبيك ديال بيكان، دار كاتخيام بلاس في 3000 متر سيبل، وستيت هو دار كاتخيام في الفينال. صافي الحمد لله 2014 كما قلت لك كانت بحال غتكون هي الانطلاقه ديال سوفيا البقالي. داكور. جات شامبيون دي مون جينيور، درت في لا سيليكسيون، مشيت كانت في ليتازيني، كانت في يوجين بالضبط. ديك الساعه كنا داك الملعب اللي غادي نلعب فيه كنت كنتفرج قبل في الميتينغ ديال دياموند ليغ، كنشوف ديك التيران وكيعجبني وزوين، كنعقل كنقول وايلي حتى انا شي نهار ان شاء الله نوصل لهنا ونلعب هاد الميتينغ بحال هكا. راه صيفط لك قبيله التصويره ديال شامبيون دي مون جينيور، هي فيها مايو ابيض، الوغ هي تو فيها سويت مايو ابيض كتفاجئني، فيها المايو بلو سيال، هذه هنا هذه اللي تتبان هنا مايو بلو سيال. لا هذا دياموند ليغ، هذا دياموند ليغ. ليغ. الوغ غادي نشوف لا فوتو اون بلون، افكتيمون جو في لا روتروفي، جو في لا روتروفي. لا الوغ هنا ما عنديش، الوغ جو كرو كو جو لي با تيليشارجي، ولكن دو فاسون جو في لا جيسي دو لا فوار. ماشي مشكل. مايو بلون هي مشيت مايو بلون، وي ايه مشيت شامبيون دي مون جونيور، كانت كان الدومي فينال واحد الخلعه، اول مره غتدخل لهاد الشيء بحال هكا، يعني صعيب بزاف. هادشي باش قلت لك زوين الواحد يلعب صغير. بروميي رونديفو هذا ديالك انترناسيونال، انترناسيونال هو يوجين، يعني هو هذاك مشيت في ميريكان وفي ميريكان شامبيون دي مون جونيور، وكنت كنشوف هذوك الكينيون اللي كانوا معايا غادي يلعبوا كانوا مزورين، اللاج ديالهم ما كانش اكزاكت مساكن والله ما كان اكزاكت، يعني كانوا كبار وكان جاوا بواحد الكرونو اللي قوي ديالهم بزاف ديك الساعه. كانوا جا والديهم؟ والله ما عرفتش واش جاوا، هما اللي كانوا لا هما اللي كانوا تيجيو بلاصتهم صافي بلاصتهم هما، راه هادشي معروف هاد المشكل هذا مش حال هادي. مالوغوزمون صافي جات دخلت دومي فينال في السيري ديالي، درت دوزيام بلاص كاليفيت الفينال، في الفينال مازال عاقل صافي واحد الخلعه صعيبه بزاف، والكرونو كتشوف كتكومباري ما بين لي كرونو اللي كاينين، واش نقدر ندير ميداليه ما نقدرش ندير ميداليه، وعاد كتبقى تقول البرومي والدوزيام ما كايناش، خصني نتقاتل على الثروزيام بلاص، لان عارف الاخرين كيفاش الكرونو ديالهم داير. بيان سور صعيب شويه صافي داخل الفينال مازال عاقل مع الدخله،
كنا داخلين باش ندخلوا التيران والجمهور، وكنسمع سميتي كتعيط له فوق، كندور وجهي اه كنلقى هشام قروج ديك الساعه كان جالس واو تما، او كان هو مانيفيك كان جالس هشام تما، كان جالس في امريكان يعني ما كانش كيجي بخلال اه المغرب بزاف ديك الوقت. صافي الشوق بقوه فرحه تينقز وتيغوش عليا، عرفتي عطاني واحد الحافز كبير ديك الوقت، والله كنت صغير الشو ما كانش في خبارك، ما كانش في ما خبارك كانش انك في كنت خباري، معاه. وتفسدت لا كورس يعني ما تلاقيناش، يعني اه صعيب باش نتلاقاو، يعني هما كانوا فوق حنا خرجنا من اه قنشخور يعني ما بيان تشوفناش سور، يعني، والله هذاك كان حافز، كان ولكن حافز كبير شفتيه، بان لك فوالا، يعني في انا ما الكادان. عرفتش كيفاش يعني كتكون كونسونطري، ما عرفتش كنهز ما تهزش راسك في الكادا وتشوف، كاين اه ديك الساعه والله مع السميه سمعتها في ودني ودورت وجهي لقيت هشام قروش ديك الساعه كان تما، عرفتي اه انت بحرقه كنحس بيه يعني معاك. اه صافي الحمد لله درنا الديبار، صافي ما كايناش ليكسبيريونس ما عرفت شي حاجه، هادوك كانوا مجهدين مشاو من الديبار، حاولت مشيت معاهم يعني عادي، كنت تخوازيام بلاس، حتى 200 متر تاليه وليت كتخيام بلاس، دازني واحد الاتليت بحريني حتى هو كاين مجنس مع البحرين، دالي لا داكور ميداي، كنت غندير اول ميداليه اي ديال الجونيور داها لي ديك الساعه، اه عرفتي يبقى فيا الحال بزاف ديك الساعه، فاش كتكون شي حاجه قريبه لك وما كدير ما كتديهاش يعني كتحس بالشمشه، اه اكزاكت ولكن اكزاكت. صافي الحمد لله جيت واش هضرتيني مع هذه هي المره الثانيه اللي كانت ديجا في طاجون كارير اللي تضررتي، هذيك الاولى اللي ما قدرتيش ما تمشيه داونيش، ما داوكش، ولكن وهذه المره الثانيه. هذه كتشوف راسك انك بينتي شكون انت، يعني واخا ما اه ديتي انت شي حاجه بينتي اه راسك باللي عندك واحد البوتونسيال، يعني تقدر تجيب ان شاء الله تشق به الكارير ديالك، والكرون اللي درتيه وانت صغير، يعني شويه غادي يعاونك. صافي الحمد لله كانت جميله ديك القضيه، وديك ديريكتومون ما نهضر مع حتى شي واحد في هادشي، كنهضر مع المدرب ديالي، عيطت له في التليفون ديك الساعه كان هو مشاش معانا. صافي شنو اول حاجه، ماشي زعما علاش عندك تندام ولا شي حاجه، اول حاجه ما زادش عقل قال لي ولدي شنقول لك، تبارك الله عليك وصافي بحال هكا، شاف قال لي تفرج في لا سيدي كورس، شاف لا واه كورس. ضروري ضروري، قال لي يعني هادشي هذا، قال لي انا جامي كنت كنتسنى منك انك تمشي ودير كاتخيام بلاس في الشامبيونات دي موند ديك الوقت، يعني قال لي انت شوف راسك فين كنتي وفين وليتي، يعني قال لي ودابا ركز وصافي، جد المغرب ان شاء الله، ونبداو صحه جديده ان شاء الله، ونشوف ان شنو شاء خصو يدير. الله. الوغ جوستومون كاين واحد لا كيستيون هنا ديال غانت ميتس قال لك واش في هاد، حيت دابا هضرتي على عداء كان تيلعب ناسيوناليتي اخرى، واش انت في هذاك لاج هذاك كاين شي دول ولا شي جامعات اللي قربوا لك وي باش تلعب تجري معاهم؟ وي 2013 بالضبط، كانوا دو جوج ديال الدول، كان جاني عرض منهم باش نمشي معاهم، وبلا ما نذكر الاسم ديالهم راك وي عارف، وي اغراءات وي وي ماليه بيان سور. بزاف الحوايج، والله شوف والله ما نكذب لان مازال عاقل، عاوتاني ما جاش ديريكتومون عندي انا، جاو ديريكتومون عند المدرب حيت كيعرفوه ديجا كان خدام بيان على برات هو معاهم، جا عندي قال لي ولدي شوف اجي نقول لك شنو كاين، حيت ما خصهاش تبقى عليا يعني تبقى عندي، خصني بيان نقول لك سور. شنو كاين، قال لي شنو كاين والله ما جاوبش، قلت له سي كريم، قلت له اللي في مصلحتي انت تقولها لي بحال هكا، يعني قلت له انا والله ما غنعرف هذا الشيء، يعني واخا تقول لي دابا سير غادي نمشي، شوف جا هضر معايا قال لي شوف كاين بزاف الحوايج اللي مشيتي زوينين، كاين بزاف الحوايج زوينين الا مشيتي، ولكن تيق بيا قال لي نهار تربح وتولي ستار وبقيتي تربح لي ميداي وهزيتي الدرابو ديال ديك البلاد وهي ماشي ديالك، راه ما غاديش تحس بك احساس الا هزيتي الدرابو ديال بلادك، والله العظيم بحال هكا عرفتي. وصافي ديك الهضره دخلتها عندي بواحد الشحنه وبقات عندي زوينه ديك الهضره، وكنقول بصح يعني واش انا غنمشي الرباح غتسمع نشيد وطني ديال البلاد وحده اخرى، ماشي هو النشيد الوطني ديال البلاد انت، يعني صافي خديتها بجديه، قلت لي ما نمشيش، قلت لي غادي نبقى هنا والله العظيم، وبقاو لاصقين بزاف 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 وجامي اكسبتينا اليوم. حيت الاحساس ديال هاد التصويره هادي جو بونس كو ما عندها ثمن. هنا راه ما كانش عاجبني الحال بزاف، ما رضيتش، ولكن راه فاش كتشوف الدرابو ديالك وكتشوف بلي انك جبتي ميداليه للبلاد ديالك، راه الحمد لله واحد الاحساس راه ما يحس به غير اللي جالس هنا مورال، يعني راه شوف كاع الدراري كاع لي شامبيون قدام ولا اللي كاينين دابا كيربحوا لي شامبيون دي موند، راه فاش كدير واحد التيتر راه كتعرف علاش درتيه وشنو دوزتي ومن اش دزتي والمعاناه اللي دوزتي باش توصلتي لداك الشيء، يعني في لندن هنا ما بكيتش، ولكن في لندن بكيت، علاش بكيت؟ راك شتي كيفاش معنق في اي كريم بيان وكان سور بكيت،
اول مره غندير ميداي في شامبيون دي موند، اول مره غادي نوصل الميداي في شامبيون دي موند على لاج دو 20 ans، يعني ما ساهلاش، يعني سهلة، شيك سي معاهم فري. وانت دير ميداليه، غادي يعني تسمح لي، الحلم غادي تسمح ديالي لي، يتحقق صغير. غادي نقول للناس اللي تيتفرجوا فينا هنا، عطوني دي زابلوديسمون، دي زابلوديسمون اي لي درابو، التصفاق والرايات. بغيت نشوف بزاف ديال الرايات، وبغيت نشوف بزاف ديال التصفاق على هذا الشيء اللي قال لنا دابا، دابا قال لنا صوفيا، حيت هذا الشيء فريمون تيفرح القلب، صافي بليزير، صافي بليزير باش تسمع هذه المساله هذه، وبان كاين امل، كاين واخا بعض المرات، وشحال مره سمعنا هذه المساله هذه، كاين فريمون اللي غيقدر يجيك بحال ديك لابوي دو سوفتاج كما تنقولوا، غتجي تقول هذه صافي انا ميرسي روتميت، بغيت بحال هذا الشيء، بغيت بحال هذا لا رياكسيون ديال روتميت، ميرسي ميرسي عبد الواحد لهذه المساله هذه، وتيكون عنده كما تنقولوا لا تيت سور لي زيبول، لا تيت سور لي زيبول، وتيكون معاك ان انكادرون حتى هو اللي رزين وتيعاون وتيزيد بك، يزيد بك القدام. والله شوف شنو نقول لك، الحمد لله. علاش؟ حيت 2017 فاش درت ميداي قلت لك في لندن، يعني بكيت بكيت بحرقه، ماشي زعما بسهوله، يعني راه ماشي فرحت كيما الناس، كنشوف ديك اللي كاينين حدايا هازين لي درابو ديالهم وكيفرحوا، انا ما كنفرحش. والله اول حاجه وصلت لاريفي صليت قسما بالله الا عقلت، كنت ركعت لله سبحانه وتعالى وقلبت على الدرابو في الكرادان باش ناخذه، يعني ما عند كانش معنا ديك الساعه مدام حكيمه بن شريفه المديره التقنيه ديال المعهد الوطني، هي اللي عطاتني درابو. عرفتي وصلت لعندها باش ناخذ درابو، لقيتها براسها هي كتبكي كتبكي ديال بصح، وصافي تعانقنا مجموعين، كنبكيو مجموعين. صافي بديت كنقلب على المدرب حيت عرفت شو فين كان، ومشيت عنده ديريكتومون، هي فين شتي تصور وياه هذيك الوقت، عشان عنقني ما بغاش يطلق مني. صافي كتحس المعاناه اللي دوزتي، كتحس بزاف ديال الحوايج باش ما نحرقوش المراحل. صح، دونك ابخي 2014 يعني نجي معاك ايطاب باغ ايطاب باش الناس تعرف شنو كاين. سير الوغ جو بونس لقيت واحد هذه لا فوالا، هذه في فين هذه؟ شامبيون دي موند جونيور، هي فوالا هذه اليوجين، يعني اكزاكتومون، هذا هو نشكر الفينال بالضبط. يعني اخوان كلهم اللي متبعينا ويزون رياجي على هذا الشيء اللي قلت لهم توت سويت افيك لي درابو، غير هذا الشيء جو بونس سوفيان، غير هذا الشيء هذا جو بونس تيفرح القلب. الحمد لله. والله الحمد قلت لله. لك مراد من نعم. بعد 2014 طلعت دوزيام اني جينيور، دوزيام اني جينيور، وكان كان شامبيون دي موند، شامبيون دي موند كبار دي سينيور، كانت غتكون في بيكان، يعني كانت في بيكان، وكنت كنحاول انني ندير مينيما باش نقدر نمشي لذاك شامبيون دي موند، وخا صعيبه عليا شويه نقدر نمشي ليها زعما، يعني باش ناخذ تجربه، يعني حنا كلشي دابا في اطار التجربه باش تاخذ ليكسبيريونس ديالك ومحدك صغير. درت المينيما، كانت قل 8 دقائق 27، يعني خصني ندير قل من 8 دقائق 27 باش ندير المينيما. ذاك العام درت المينيما 8 دقائق 26، يعني بسنتيم واحد هبطت عليا، ولكن كانوا قدامي ثلاثه ديال الزاتليت مغاربه كانوا احسن مني، يعني مشاو هما انا ما مشيتش. صافي يعني ما داونيش، داز ذاك العام غير في المغرب، لعبت غير في المغرب بزاف. ايوه، وهاد هاد 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 صدق لابسونس ديالك، ما هنا ما زعما ما بقاش في الحال، قلتي راه كاين لا احسن مني لا وصافي كاع. فوالا، ديك الساعه عرفت كتعرف بلي كاين احسن منك، يعني كنت كنشوف الكرونو خاصك ديالهم تخدم. احسن مني، يعني فوالا خص، يعني مازال يعني جاي غادي نوصل ان شاء الله لديك الشيء. صافي دازت 2015، مشات ديك بطولة العالم، هي فين كان ايكيدر دار تخوازيام بلاص لا عقلتي، هي في بيكان اها كانت وي بطولة وي وي العالم. بيان سور اكزاكتومون. وجينا 2016، صافي من بعد جات 2016 اللي كانت هي سميتو، كانت فيها ريو هي اولمبيا. هي لا غروند دات، هي اللي فين تلاقينا تماك، وبيان سور عاوتاني. سفيان، احنا دابا كلنا صديق، تسمعني؟ لا تسمعني سفيان؟ ما سمعتكش مراد، لا ما سمعتكش سفيان، تسمعني؟ سفيان دابا مزيان، كاين دابا الصورة، مزيان، تخي مشكل بيان. ديال الصوت هو اللي ما كاينش. لا لا، سي بون سي بون سي بون، صافي دابا كاين دابا مزيان.
اكزاكتومون. غادي نطلبوا من الاخوان كاملين باش يبقاو معنا، حيت حنا يلاه بدينا في السهره مع سفيان البقالي. غادي نتوقفوا واحد الساعه باسكو بون قربنا نسالوا الساعه اللي دونك اتريبيي بار انستغرام، اي دونك حنا راه انا بديت شويه بشويه، راه بديت نتصل على الاوتي على انستغرام، وليت تنزيد صور، وليت تنزيد هذا الموسيقى، لا لا وعارف الوقت. تسال تسال مراد، بارك بالعكس الله تسال. فيك، بارك الله فيك، بارك الله فيك. دونك غادي نوقفوا اون مينوت اون مينوت، وغادي نعاود نتكونيكتاو كاملين ونكملوا ليستوار دو لا جون كارير ديال سفيان. ا تو سويت. إن شاء الله، يلا.